الأردن تواجه أزمة مستمرة. هذه الدولة الصحراوية هي من أفقر دول العالم من ناحية المياه. لمعالجة هذه المشكلة، الوكالة الألمانية للإنماء GIZ والمؤسسة التدريب المهني الأردنية أسست دورة تدريب الإناث في السباكة. يتم تدريب النساء على صيانة السباكة المنزلية، مما يساعد على توفير المياه ويوفر الدخل للأسرة. تم طرح موضوع أنه يكون في تدريب للذكور وللإناث، بيتم توضيح والشرح. بعدها بصير المتدربات أو البنات كل واحدة بتطبق، تعمل التطبيقات العملية بإيدها، تشتغل هي فعليا. أعلنوا عن جميع عن دورة السباكة، سجلنا فيها، عاد إجوا سجلوا فيها كانوا 16 سيدة أول يوم يومين عادي، أما بعد هيك إيه شو هاي الخلاط، لما تفتح الخلاط هاي عالم آخر. القلب اللي فيها، الأدوات، الألنكي، هذا شو ألنكي؟ شو بصر إحنا ما نعرف غير المفتاح العادي والمفتاح الثاني. المهم أنها ما شاء الله يوم عن يوم نتوسع فيها، يوم عن يوم يوم عن يوم، لما آخر يوم يعني صرنا إحنا نطلب لا مددوا لنا إياها كمان ومددوا لنا إياها كمان. في البداية حسيت حالي شو سباكة، أنا يعني زعزع أمري أضلني معهم ولا أترك، بس قلت لا بدي جازف، لأني أنا أصلا في البداية بواجه مشكلات كتير في بيتي، يعني حابة إني مثلا أحاول إني أصلح بإيدي، ما عندي مشكلة إني أصلح بإيدي، وأي شيء أي عطل بيصير عندي في البيت أكون على علم كافي كيف ممكن إني أصلحه. أهلي، أسرتي، بيتي، أولادي عادي، لأنهم عارفين حجم المشكلة لما بتكون الست هي عمود البيت، هي الأساس في البيت، يعني أي مشكلة بتصير في البيت، كهرباء، مي، خطأ معين داخل البيت، هي مسؤولة إنها تصلحه أو إنها تستنى جوزها للمسألة حتى يروحها إذا قدر يصلحه. امبارح البنات حفروا بالدرل وركبوا المغسلة هذيك، ركبوها بسهولة، يعني كانوا متوقعين انه تركيب المغسلة اشي صعب. مدام انت اخدتي كيف تاخذ القياس مزبوط وكيف تحطيها وكيف كذا، كل شيء سهل، كلياته تركيب، كله براغي بس والسواميل وتشد، يعني ما بدها جهد، كل ينبسط تقول احنا حابين ست نفتح لها اكثر. هلا ممكن انت زوجتك تقول لك في تصريف في منطقه كذا كذا، هي ادرى في المنطقه في كل شيء، لما انت بتجي مسرجه بترد بتفوت عليها بتقولها وين بالضبط، بترد تنقل الصوره. شوف لما احنا بنروح عليها هي بتدلنا بالضبط وين، وبتحكي لنا وين النقطه، وين المشكله، وين هي ادرى في المشكله، وبتكون على فكره احساسها قريب للمشكله اكثر، وين التسريب بالضبط. لا بنبسطوا، تغيروا الناس كثير كثير تغيروا.